النقطة اللي درجت اليوم جدول الأعمال ديال لجنة الطقس الصحة هي نقطة عادية وبسيطة جدا، لكن تدبيرها من طرف الرئيس كان ضعيف جدا، لأنه نقطة كيخولها القانون، وهذا كان عليها التوافق من الأغلبية والمعارضة، كيمكن ليها تدرج بدون هذا الهضر ديال هذا الوقت هذا كله اللي تقريبا جوج ديال السوايع. علاش ما كتستحقش هادشي كاع كامل؟ وهذا التكوين ديال هذه اللجنة للوقوف على الاختلاسات وعلى الاختلالات وعلى عدم الصواب في التدبير والتسيير، لأنها ميزانية ديال 23 مليار سنتيم خصها تظهر على الساكنة المدينة، وهو ما ظهر والو هاد خلال 2016، ما كاين حتى شي مشروع يذكر أو ينسب للجماعة تم إنجازه أو تم البدء فيه من أجل التنمية المستدامة أو تنمية المدينة. هذا هو ما جعل هاد المكونات ديال المجلس يطالب بهاد اللجنة هذه، وهاد اللجنة هذه ما كنتهموا فيها حتى شي واحد، ما كنتهموا لا الرئيس لا الأعضاء لا النواب الرئيس، ولكن إنما عندنا معلومات اللي كنحتضوا بها أنفسنا حتى يوقفوا على الحقائق ديال هاد التسيير والتدبير. أنا ذاك هاد اللجنة غادا تقوم بتقرير ديال العمل وعندها مدة ديال شهر وتجي للمجلس باش تقرا على المجلس تقرير، وهذيك الساعه يتخذ اللازم فيما يخص الحصيله ديال اللجنه، وفيما يخص كذلك الخلاصه ديال هذا التقرير اللي هو كيخولوا لها القانون. وواضحه الامور، واضحه هذه مسائل بسيطه، لكن الرئيس يتخوف لا ادري لماذا، علاش غادي تخوف وخدا هذا الوقت وهذا. وانا قلت له ودي راه ما تجيبش تكوين ديال اللجنه غير من الاغلبيه، راه غادي يكون واحد التنافي جيبه من الاغلبيه ومعارضه، باش يكون كل شيء ساهم وكل شيء يكون على عين وعلى الطلاع فيما يخص التدبير والتسيير، وهذا احتراما لمبدا الديمقراطيه التشاركيه فقط، ماشي شي حاجه اخرى.